السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وعافية. النهارده عندنا فيديو مميز قوي. كل يوم تقولوا تيوري بتموت مني ليه يا بطاطا؟ اقول لك ليه. طب انت مش لازم تعرف ان ليه الطيور بتموت، ليه الطيور بتريح مننا؟ في اسباب كتيرة جدا لازم نعرفها علشان اذا عرف السبب بطل العجب. ويلا نقول الفيديو بتاعنا النهارده، واللي ما اشتركش بقى في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. اتمنى الانتساب ودعم قناتي عشان ان شاء الله نستمر معاكم. يا جماعه قلت لكم ان العلف فيه نسبه سموم. طب ما انتوا بتقولوا اكلوا علف، ما انا قلت لكيش ما تمنعيش العلف، انا قلت لك امنعي العلف، لكن خلي العلف بنسبه محدده. يعني ايه يعني؟ بس قبل بقى ما ناكل تيورنا هقول لك على حاجه. واحنا بناكل تيورنا انا بصي حاطه ايه؟ عسل، لقمتين عيش على حب الذره. الذره ده انا نقعاه، بصي نقعاه. ليه نقعاه؟ الذره لما يبقى طري، وكنت هنبته بس انا النهارده جبته بدري كده عشان ياكلوه واوريه لكم في الفيديو. الذره ده مفيد جدا 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 للطيور ومغذي، خلي بالك. لا في بقى نسبه سموم ولا حاجه، دي كلها حاجات من الطبيعه. هتقولي لي هياكلوه ازاي يا بطاطا؟ اقول لك، هشجعهم ياكلوا الاكل ازاي. هتجيبي شوية الذرة دول زي ما انت عايزة، وحطي مثلا، بصي لا 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 يا طاطا، قلبي بقى كده. ليه انا مزودة نسبة المية؟ هقولك ما تستعجليش يا بيضة. حتى ذرة وتشيش، هتقولي ما هي تركيبة واحدة، اقولك ماشي بس مغذية اهي. طيب الذرة والدشيشة دي هل هي مفيدة للطيور؟ على لقمتين عيش على حبة ردة كده تبقى أكلة حلوة قوي متكاملة، مع بقى كنت حتى مقطعة حتة البنجر اللي انت شايف الرمان. الأكلة دي حلوة جدا. طب العلف، ما انت بتقولوا أكلوا علف. أقولك والله العلف فيه نسبة سموم احنا مش بندركها. احنا مش ان هو كله سموم، لا، أي حاجة في الدنيا فيها نسبة على فكرة. طب بس في حاجات تانية ما فيهاش نسب خالص. ليه بقى؟ في حاجات طبيعية من الطبيعة، في حاجات طبعا من الطبيعة. فعايزة اقول لكم ان احنا بنحط الحاجة بنسب. يعني مثلا الفراخ البيضة اللي قدامكم هناك دي، انا طالما كبرت شوية برضو مش بمنع العلف خالص، انا بقلل العلف. عندي البديل ليه. بديله ايه؟ ما انا عندي الذره وعندي القمح وعندي الشاي، دي كلها حاجات طبيعيه من الطبيعه، ربنا خلقها ما فيهاش اي سموم، حاجات بتطلع من الارض. لكن العلف تركيبه بتتركب يا جماعه، ما هوش حاجه مزروعه. لكن الحاجه المزروعه زي ما انتم عارفين دي حاجه صحيه وحاجه مفيده جدا لتشون. نحن ما احنا بنستخدم، ما بيطحنولنا العلف القمح والحاجات دي. طيب الشعير نفسه اصلا من الحاجات المهمه جدا، انها بتنقي الكبد وبتحافظ على الطير وبتكبره بسرعه ومغذيه وبتحافظ على جهاز المناعه. وانا عندي الكبد بتاع الطير، لو تعب مني الطير هيريح مني. طيب انا هعمل ايه في الموضوع ده؟ اعالجه ازاي وانا عندي سموم موجوده في الاعلاف والطيور بتريح مني؟ هقول لما تكوني عايزه كمان طيورك تبيض امنعي العلف. احنا بنمنع، انا اقول لك بصي اللي احنا بنعمله رزقنا على الله. احنا بنمنع العلف نهائي عن الطيور، الفراخ اللي بتبيض عندنا. ليه ما نحطوش؟ بتاثر على اكل البيض ده، احنا تخيلاتنا كده وفعلا ده اللي بيحصل. فبنحط البديل بقى، بنحط القمح وبنحط الشعير وبنحط الذره المطحونه وبنحط وبنقلل في العيش عشان العيش ما يزودش نسبه الدهون. واللهم صل على النبي الميه. وبنحط حاجات تانية هوريها لكم في الفيديوهات، وانتوا لو تراجعوا فيديوهاتي هتشوفوا. طيب بنحط بقى ايه؟ هنعالج القصه دي ازاي عشان الطيور ما تريحش؟ انا دلوقتي حاطه هناك على فكره تشيشه للفراخ البيض عشان تبقوا عارفين. هنعالج الموضوع ده ازاي يا بطه؟ هقول لكم ببساطه جدا. اولا الكركديه مفيد جدا جدا جدا، وفي مضادات للاكسده وللسموم رهيبه جدا، استخدميه. تاني حاجه بقى، في تركيبه مهمه قوي قلت لكم عليها قبل كده، الريحان مع القرنفل مع الفلفل الاسود. وانسي بقى تقولي لي ان الطيور فيها اي مشكله. ليه بقى؟
الريحان من الحاجات المغذيه والحاجات اللي طارده للسموم وفاتحه للشاي، وفي تركيبات معادن هايله جدا للتشوك ومفيده جدا، هيحل لك الموضوع ده. اما القرنفل فده قصه رهيبه جدا، يعني عايزه اقول لك ان من احسن الحاجات اللي تحطيها باستمرار للتشوك. فلفل اسود، لا ده مضاد حيوي وقوي. هتعملي التركيبه دي على بعض، الريحان يا جماعه ما بتغليش، الريحان بيتحط في ميه سخنه جدا جدا، وتحطي الريحان 3 ساعات كده، هينزل كل الفيتامينات والمعادن اللي فيه وكل حاجه مفيده لتشورك. بعد كده هتحطي لتشورك. طب هنغلي القرنفل بس، هغلي القرنفل بس والفلفل الاسود مش هغليه، وهدوبهم كلهم مع بعض بعد الريحان ما يهدى كده خالص، واقوم حاطه لي تشور. انا مش بحب اغلي الفلفل الاسود، بحب احطه فريش كده لان احتفظ بقيمته الغذائيه، انا احب كده. هتحطي الثلاثة دول على بعض من الحاجات المغذية جدا جدا جدا، والحاجات اللي طاردة للسموم، والحاجات المهدئة لمعدة الطير عشان نحافظ على طيورنا. هنعمل ايه تاني بقى بالصلاة على الحبيب النبي؟ الوصفة دي حلوة جدا. هتحطي كمان جيبي رطل مية وتحطي فيه معلقة خل اللي هي معلقة الشاي، وتحطيها للطيور بتاعتك. دي من الحاجات المهمة جدا اللي تحطيها للطيور. اما كمان هتحطي ملح في المية، معلقة ملح في رطل مية. على فكرة الملح في المية بيساعد الطيور جدا جدا في انتاج وتزويد البيضة عندك، ورهيبة مغذية يعني فيها فايدة عالية جدا. يا ريت تعملها للناس اللي عايزة طيورها تبيض كده. تمام. دول اهم حاجة هتحافظي بيها على صحة الطير بتاعتك، مفيدة جدا للطيور. كمان قللي بقى نسبة العلف يا عسل، يعني ما فيهاش حاجة لما نقلل نسبة العلف. ناس ادمان العلف فيها ايه لما تحطي قمح وتحطي شعير وتحطي ذرة وتحطي فول وتحطي فول الصويا وتحطي بسلة. بذور البسلة يا جماعة دي مفيدة جدا، بترفع من كفاءة الطير، وفيها بروتين عالي جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بتبني عنقود البيض. عارفين يعني ايه تبني عنقود البيض؟ يعني تخلي الفرخة اللي ما بتبيضش هتبيض، البطاية اللي عندك، النوع البط اللي عندك لو بيبيض هيبيض، لو قطع بيض هيبيض. عايزة اقولك في حاجات احنا ليه غفلانين عنها، مفيدة جدا واحنا ما بنعملهاش وبنشتكي ان طيورنا ما بتبيضش. يا جماعة اعملوا الوصفات دي، مهمة جدا جدا ومغذية. اما بقى حكاية السموم، فاعملي الوصفة اللي بقولك عليها دي وما تخافيش، ومفيش اي حاجة هتأثر على طيورك بعد كده. قللي نسبة العلف، زودي في القمح وفي الشعير وفول الصويا، حاجات الطبيعية. بس اللي عايز فراخ بيض ما يزودش في العيش، يقلل في العيش، ان العيش بيزود نسبة الدهون في جسم الطير، فبيخلي الدهون تتركز على المبيض عنقود البيض بتاعها، فتلاقي البيض الفرخة هتبيض لك ازاي، ولا البطاية هتبيض لك ازاي. فده اللي انا بقول لك عليه، ده اهم حاجة تعمليها عشان لو الطيور بتاعتك تعبت بسبب القمح، بسبب العلف. اتمنى بقى ان تعملوا الوصفات بتاعتي وتشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.